السلام الوطني لجمهورية مصر العربية. بسم الله الرحمن الرحيم. كلما أدبني البحر أراني نقص عهدي، وإذا لزدت علما زادني علما بجهلي. ما الفضل إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى بالله. وقيمة المرء فيما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. أفز بعلم ولا ترضى به بدلا، فالناس موتى وأهل العلم يحياء. كل شيء في هذا الوجود إذا زاد قل ثمنه، إلا العلم إذا زاد زاد ثمنه. والعلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم. ونحن نلتقي اليوم في هذا الصرح المهيب، الجامعة البريطانية في مصر، ونحن نحتفي ونحتفل بدفعة إعلان أكاديمية الشروق. فلنترحم جميعا على الرائد المؤسس محمد فريد خميس، الرجل الذي بدا الصروح العملاقة وشيدها، ونال إعجاب واستحسان الناس في العالم كله، وكانت أعظم الصروح الجامعة البريطانية في مصر أكاديمية الشروق. أيها الأحبة الكرام، ولما يتعلق الأمر بالإعلام يصبح الأمر أكثر أهمية وأكثر خطورة، فالإعلام حرف في كلمة وليس نقطة في آخر السطر، والقلوب كالقدور تغلي بما فيها وألسنتها مغارفها. ودائما الإعلام هو لغة الكلام، وخير الكلام الكلام اللين، والذي يغلب كل شيء حتى الحق البين. هذه دفعة صلاح جاهين، وما أدراك ما صلاح جاهين، ومعنا الكاتب الكبير المحترم الأستاذ بهاء جاهين. صلاح جاهين قصة طويلة وكبيرة مع الإبداع، أفرغ الجمال على كل جزء منها على حدة، ثم عاد وأفرغ بمقدار ذلك كله على مجموع الأجزاء والأشكال، فعادت شيئا أبلغ من السحر وأبرع من الفتنة. احنا معانا معالي اللواء المحترم خالد فودة محافظ جنوب سيناء، برحب بك يا فندم. ومعانا سيادة الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، برحب بك يا فندم. وهرحب بكل الحضور الأفاضل، بس هاخد من محافظة الشرقية يا فندم واربطها بصلاح جاهين رحمة الله عليه. في 8 أبريل من عام 1970 الساعة 9:30 صباحا، كانت أبشع غارة طيران إسرائيلية على مدرسة بحر البقر
الابتدائية بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، وقيل راح الضحية حوالي 77 أغلبهم من الأطفال. فكتب صلاح جايين قصيدة كتبت بماء الذهب وزلزلت لا أقول الشرق الأوسط وإنما زلزلت العالم كله. الدرس انتهى. لموا الكنانيس. ايه رايك في البقعه الحمراء؟ مش كده يا مهند؟ ايه رايك في البقعه الحمراء يا ضمير العالم يا عزيزي؟ دي طفله مصريه سمراء كانت من اشطر تلاميذي. كانت قصيده مهيبه حركت الوجدان حتى كان النصر العظيم لقواتنا المسلحه المصريه الباسله في 6 أكتوبر من عام 73. موطئة لا بد منها وجزء لا يتجزأ من الموضوع. أيها الأحبة الكرام، يقول المعلم الأول صلى الله عليه وسلم: إذا أردت الدنيا فعليك بالقرآن، وإذا أردت الآخرة فعليك بالقرآن، وإذا أردتهما معا فعليك بالقرآن، كما يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. خير بداية القرآن الكريم، آيات البينات يتلوها الطالب وليد سيد حسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين.
أكرر التحية والترحيب بحضراتكم جميعاً. سيادة النائب المحترم الأستاذ محمود خميس، أهلاً وسهلاً بحضرتك. سيادة الوزير المحترم وزير التربية والتعليم الأسبق محب الرافي، أهلاً وسهلاً بحضرتك. سيادة الوزير المحترم عبد القوي خليفة وزير المرافق الأسبق، أهلاً وسهلاً بحضرتك. وبكل الحضور نرحب ترحيباً كبيراً وأنقل تحيات وترحيب وامتنان الفاضلتين الأستاذة ياسمين محمد فريد خميس وفريدة محمد فريد خميس، أهلاً بحضراتكم جميعاً، وبإذن الله مستقبل أفضل. أكاديمية الشروق صرح تعليمي متميز يعلي قيمة العلم والمعرفة والبحث العلمي المتقدم. نقدم الآن فيلماً تسجيلياً عن أكاديمية الشروق. أكاديمية الشروق، صرح العلم والمعرفة. المعهد العالي للهندسة أنشئ في 12 من نوفمبر عام 1995. ينضم الخريجون بعد حصولهم على درجة البكالوريوس في أحد تخصصات المعهد إلى نقابة المهندسين. يضم 6 أقسام: قسم الهندسة المدنية، قسم الهندسة المعمارية، قسم هندسة القوى والآلات الكهربية، قسم الهندسة الكيميائية بشعبتيه العامة والبتروكيماويات، قسم هندسة الاتصالات والحاسبات، قسم الهندسة الحيوية الطبية والمنظومات. المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات أنشئ المعهد في 9 من يونيو عام 2001. يضم 3 شعب علمية، هي شعبة علوم الحاسب، شعبة نظم المعلومات الإدارية، شعبة الإدارة والمحاسبة. المعهد الدولي العالي للإعلام أنشئ المعهد في 9 من يونيو عام 2009. يضم 3 أقسام علمية: قسم الإنتاج الإخباري، قسم الإنتاج الإعلامي، قسم التسويق، لا يقتصر الأمر على الاهتمام بالجانب العلمي وفتح نوافذ مضيئة للمجتمع، وإنما امتد لتأهيل جيل من الشباب المنفتح على العالم ثقافيا وفنيا ورياضيا من خلال الأنشطة المختلفة التي تعني بها الأكاديمية، وهي الأنشطة الرياضية، حيث تهتم الأكاديمية بالطلاب الموهوبين رياضيا وتتيح لهم الفرص في المسابقات الدولية. الأنشطة الثقافية، تتيح الأكاديمية الفرصة للمبدعين لعرض إبداعاتهم وتطويرها والاحتكاك بالمحافل الثقافية المختلفة من ندوات ومؤتمرات وعروض فنية. الأنشطة الفنية، وتضم الموهوبين فنيا في مجال الموسيقى والتمثيل والفنون التشكيلية والتصوير وغيرها من الفنون. وفي كل عام تأتي لحظة قطف الثمار، حيث يصطف الخريجون بعد سنوات الدراسة لينالوا نتيجة جهدهم وإلمامهم بالعلم والمعرفة، ليدخلوا مجال التطبيق في الحياة العملية. أبنائي وبناتي الأشجع الأجلاء العظماء، الأبهات والأمهات والسادة الحضور، اليوم والأيام اللي زيه من أسعد أيام حياتي.
لأني راجل صناعة، وأفضل مصنع أعتقد إن أنا ساهمت في إنشائه هو مصنع الرجال والسيدات اللي هيبني مستقبل بلدي وبلدنا كلنا مصر. هو ده المصنع. حرصت مع زملائي قيادات وأسدت الأكاديمية على أنها تكون عند مستوى المهمة، مهمة إعداد الشابات والشبان اللي يحملوا الرأي وحققوا نجاح لبلدنا ويبنوا مصر بكرة، مصر المليانة بالأمل والنجاح إن شاء الله على أيديهم. أكاديمية من أفضل، ودي شهادة الكثيرين، أفضل معاهد وجامعات التعليم العالي في مصر. أفضل خريجي مصر قاطبة هم الأولاد والبنات اللي خرجوا من الأكاديمية. شكراً جزيلاً من كل من أسهم في إخراج هذا العمل التسجيلي المحترم. أرحب بالفنانين اللي شرفونا ونورونا، الفنانة نهلة سلامة والفنان محمد الشرنوبي. والمحلل الرياضي والمذيع اللامع الأستاذ إسلام صادق، أهلاً بحضرتك. وكان طبعا الفنان الكوميديان الجميل الفنان عمرو عبد الجليل. ورحب بقناه صحفيه كبيره الحقيقه اللي شايفه الكادر الصحفي الكبير الاستاذ حمدي رزق، اهلا بحضرتك. الكاتب الصحفي الكبير رئيس تحرير المصور الاستاذ احمد ايوب، اهلا وسهلا بحضرتك. وطبعا الاستاذ العظيم الاستاذ الكاتب الصحفي الكبير رفعت فياض مدير تحرير اخبار اليوم. ومعلش لو انت مش شايفه يعني قولوا لي. على اسم مصر التاريخ يقدر يقول ما شاء. انا اسم مصر عندي احب واجمل الاشياء. الآن نقدم فيلماً تسجيلياً عن شخصية الدفعة وشخصية الدفعة عن الراحل الكثير المبدع صلاح جاي. أنا شاب لكن عمري ولا ألف عام، وحيد ولكن بين ضلوعي زحام، خايف ولكن خوفي مني أنا، أخرس ولكن قلبي مليان كلام عجبي. جاهين، فيلسوف الريشة والقلم. قلبه مزيكا بمفاتيح الريشة، القلم، الألم والأحلام، الأنين، الحنين. صلاح جاهين. الليلة الكبيرة على اسم مصر، رباعيات قائمة من الإبداعات التي ما زالت محفورة في وجدان مصر وأهلها. هو أكتر طبعا عمل وأهم عمل هو الملحمة اللي اسمها على اسم مصر، وكانت بعد الصدمة الكبيرة اللي صدمت كل المصريين وكل العرب في 67. قريتها من قبل ما اكتب اسمي بايديا، ورسمتها في الخيال على ابدع الاشكال، ونزلت ايام صبايا
طفت كل مجال زي المنادي وفؤادي يرتجف بجلال على اسم مصر. ولد محمد صلاح الدين بهجة أحمد حلمي جاهين في 25 من ديسمبر عام 1930 في حي شبرا بالقاهرة. هو الابن الأكبر للمستشار بهجة حلمي الذي تدرج في السلك القضائي بدءا من وكيل نيابة حتى عين رئيسا لمحكمة استئناف المنصورة. والدته السيدة أمينة حسن هو حفيد الصحفي الثوري أحمد حلمي محرر جريدة اللواء وعضو الحزب الوطني ومؤلف كتاب السجون المصرية في ظل الاحتلال الإنجليزي. يا ابو زعي زعقم صلي ده انت فرقي حلمي تولي خلي مراتك زعزوعة تلحق تطبخ وتقلي. كانت المكتبة العامة هي أول مكان يبحث عنه كلما انتقل مع والده، وكان حريصا على سماع أغاني الفلاحين وحفظ إيقاعاتهم وكتابة بعض الكلام الإيقاعي. طار قديم والعدو عدواني خليه يدوب حربنا ويعاني. طار قديم والعدو عدواني خليه يدوب حربنا ويعاني. ولو يعدها هنقوم تاني ولو يعدها هنقوم تاني ونضربه في قلبه من جوه. يعد صلاح جاهين من أعظم شعراء العامية في مصر، فهو فنان شامل، شاعر مجيد، رسام كاريكاتير من الدرجة الأولى أعطته شخصيته المرحة وظرفه الكبير من التفرد في مجال الشعر العامي ومجال رسم الكاريكاتير. أول قصيدة حقيقية كتبها كانت لرثاء الشهداء الذين سقطوا في مظاهرات الطلبة بالمنصورة عام 1946. عمل صلاح جاهين محررا في عدد من المجلات والصحف، وقام برسم الكاريكاتير في مجلة روز اليوسف، صباح الخير، ثم انتقل إلى جريدة الأهرام رساما للكاريكاتير بها يتابعه الجمهور بشغف كبير. قام بتأليف ما يقرب من 200 قصيدة، منها على اسم مصر، تراب دخان، وكان أوبريت الليلة الكبيرة أشهر أوبريت للعرائس في مصر. هي طبعاً كتابة الأغنية جزء من حب الشعر وموهبة الشعر، يعني الشاعر يقدر يكتب قصيدة، يقدر يكتب غنوة، يقدر يكتب مسرحية شعرية أحياناً. فطبعاً يعني علشان يكتب مثلا حاجة زي أوبريت الليلة الكبيرة بالذات اللي الناس كلهم بعد ما سمعوه وحفظوه قالوا ده أكيد صلاح جاهين ده من مواليد يا السيدة زينب يا سيدنا الحسين. الليلة الكبيرة يا عمي والعالم كبيرة تليل الشواد اليوم كانت حركة الضباط الأحرار وثورة 23 من يوليو عام 1952 مصدر إلهام لجاهين، حيث قام بتخليد إنجازات الزعيم جمال عبد الناصر بأعماله. الأحضان يا حبيبتي يا أمي يا بلادي يا غني وبدمي. الأحضان يا حبيبتي يا أمي يا بلادي يا أشعلها نيران. تعددت أعماله الفنية السينمائية والتلفزيونية وتنوع دوره فيها بين التأليف الدرامي وكتابة السيناريو وكتابة الأغاني والتمثيل والأداء الصوتي. كان فناناً شاملاً مبدعاً في كل ما قدم، رحلة من الإبداع والفن والمعاناة، رحلة مليئة بالعطاء. توفي صلاح جاهين
في أبريل عام 1986، تاركاً باقة من الأعمال التي ما زالت تتردد على ألسنة الملايين من المصريين. أول ما ضغط الموت على زر في الملكوت بخفة وبجبروت في يوم أكبر، وقف الشريط في وضع ثابت. جاهين، فيلسوف الريشة والقلم. حاسب من الأحزان وحاسب لها، حاسب على رقبيك من حبلها، راح تنتهي ولابد راح تنتهي، مش انتهت أحزن من قبلها. عجبي. شكرا جزيلا على هذا العمل الإعلامي الإبداعي الفني المتميز، وأرحب أيضا بمعالي الأستاذ الدكتور ياسر صقر رئيس جامعة حلوان الأصبغ. أهلا بحضرتك يا فندم. والأستاذ الدكتور أحمد حمزة رئيس الجامعة البريطانية الأصبغ. أهلا بحضرتك يا فندم. لما الكفت يمينا الراجل ده يا مدام فريدة، يا مدام ياسمين، ده أستاذنا كلنا في الإعلام، لما نتكلم لازم نبقى واخدين انتباه، ده الأستاذ الدكتور حسين أمين أستاذ الإعلام في الجامعة الأمريكية. والآن أعطي كلمة الخريجين للطالبة، دلوقتي مش طالبة، دلوقتي متخرجة ما شاء الله، الأستاذة ندى عماد حسين محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللواء الدكتور أحمد عبد الرحيم رئيس الأكاديمية، الأستاذ الدكتور جودة غانم نائب رئيس الأكاديمية، الأستاذ الدكتور محمد سعد إبراهيم عميد المعهد الدولي العالي للإعلام، السادة العملاء وقيادات الإعلام والفنانين، السيدات والسادة الحضور، الأساتذة والدكاترة الكرام، الزملاء والزميلات الأعزاء، أهلاً بكم جميعاً في حفل تخرج الدفعة التاسعة. هذا الحفل الذي يتوج فيه مجهود استمر لسنوات لحين وصولنا لهذه اللحظة المهمة. في البداية أحب أن أتوجه بالشكر إلى إدارة الأكاديمية وإلى الغائب الحاضر مؤسس الأكاديمية الراحل الأستاذ محمد فريد خميس. رغم غيابه عنا الآن، إلا أننا ما زلنا نعمل بتوجيهاته ونستشعر بصماته التي تحيطنا من كل جانب. وبالطبع تحية شكر وتقدير إلى رعاة الحفل الكريم السيدة الأستاذة ياسمين خميس والسيدة الأستاذة فريدة خميس. كما أتوجه بالشكر إلى السادة أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة والإداريين وجميع العاملين بالمعهد الدولي العالي للإعلام. اليوم أقف أمامكم نيابة عن زملائي وزميلاتي الخريجين لأعبر لكم عما نشعر به ويدور في خواطرنا في هذه اللحظة. مشاعر مختلطة تجمع بين فرحة وسعادة ومهجة ورهبة ورضا، وبالطبع حزن الوداع، وكل فخر واعتزاز بانتمائي لهذا المكان الذي تعلمنا فيه الكثير على مدار السنوات الأربعة الماضية. فعلنا فيها كل ما نستطيع حتى نقف الآن على تلك المنصة. وبالطبع كان لزاما علينا قبل توديع هذه اللحظة المهمة أن نؤدي واجب الشكر، فلن ننسى أن نشكر كل من كان له الفضل في ذلك. السادة أعضاء هيئة التدريس الذين أفادونا بعلمهم ولم يبخلوا بأي جهد، وتعلمنا منهم أن ثمرة النجاح تأتي بالجهد والإصرار والصبر. لولا توجيهاتكم ما كنا لنصل لهذه النقطة. وأيضا السادة أولياء الأمور، فنقف وقفة امتنان وشكر لكل أم وأب وأخ وأخت
أتوجه إليكم جميعا بالشكر على كل ما قدمتموه من دعم لنا حتى تشاركونا أجمل لحظات حياتكم. أربعة سنوات مرت سريعا، نشعر وكأنها بدأت أمس، ولكنها تركت في نفوسنا ذكريات ولحظات ستبقى عالقة في ذاكرتنا مع حينا. تلك الضحكات والأمل، الأحلام والمواقف التي تشاركنا فيها معا في كل ركن من أركان معا. وبالختام أحب أن أهنئ نفسي وزملائي بهذه اللحظة التي طالما انتظرناها، وها هي الآن قد جاءت. فاليوم نغلق صفحة ونفتح صفحة جديدة، وأتمنى لجميع الأصدقاء والزملاء النجاح والتوفيق في الحياة العملية والمستقبلية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا لسلمى لسانه، كلمه طيبه من القلب فصادفت القلوب. برضو برحب بسياده اللواء خالد، شرفتنا ونورتنا محافظه جامعتنا. انا وسهلا بكم. وطبعا سياده اللواء صلاحك العزيز رئيس مجلس اداره النساجون الشرقيين، اهلا وسهلا. برحب لسه جاي حالا بس ده سياده النقيب، ما نقدرش نتكلم، الدكتور طارق سعد نقيب الاعلاميين عضو مجلس. مرحبا يا دكتور طارق. نرحب بالفنانه الجاده المحترمه سماح انور. الكلمه لمعالي الاستاذ الدكتور محمد سعد ابراهيم عميد المعهد الدولي العالي للاعلام. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، استاذ الدكتور ممدوح براء محافظ الشرقيه، المهندس عبد القوي خليفه وزير المرافق الاسبق، استاذ الدكتور محب الرافي وزير التربيه والتعليم الاسبق، السادة رؤساء الجامعات والسادة رؤساء الشركات والسادة عمداء الكليات والسادة قيادات الإعلام والفنانين، أهلا ومرحبا بكم. السيدة الأستاذة ياسمين خميس، أرحب وشكرا لتشريفك النهاردة. السادة فريدة خميس والنائب محمود خميس، نشكركم لتشريفكم اليوم معنا ومشاركتكم حفل تخرج الدفعة التاسعة لدفعة الراحل صلاح جاهين. أيضا باقة أجمل باقات الحب الخالص ومشاعر الود والتقدير والعرفان للسادة الضيوف الكرام من قيادات الإعلام ورموز الفن الذين شرفونا اليوم. أنا صعب أذكر الأسماء لكن بسرعة كده، أهلا ومرحبا وشكرا لتشريفكم اليوم، الفنان عمرو عبد الجليل، الفنانة سماح أنور، الفنانة مادة سلامة، الفنان محمد الفاروق، ومن الإعلاميين الأستاذ الدكتور حسين أمين، والكاتب الصحفي الكبير حمد رزق، والكاتب الصحفي رفعت طيار، والكاتب الصحفي أحمد أيوب، والكاتب الصحفي كارم محمود، والأستاذ سامح الشوادي، والدكتورة حنان الشبيلي، والنقيب الإعلاميين الدكتور طارق سعد، وسامحوا لي لو نسيت حد، والدكتور أحمد الحريري مدير مدرسة السينما الاستقصائية، أهلا بكم جميعا. أبنائي وبناتي الخادمين، السادة أولياء الأمور، زملائي وزميلاتي أعضاء التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري، نحتفل اليوم بتخرج الدفعة التاسعة، دفعة الراحل صلاح جاهين، الإعلامي والفناني الموسوعة والعبقرية التي تبنت وقدمت لمصر أروع مبدعيها. على مدى أجيال تشكل الوجدان المصري عبر رباعياته الشعرية ورسوماته النقدية وإبداعاته في الأغنية والأوبريت والمسرح والسينما والتلفزيون. وعندما تطلق إدارة المعهد أسماء رموز الإعلام على دفعاتها فإنها تعلي من شأن قيم نبيلة وعطاءات وطنية مخلصة، وتؤكد أن الإعلام رسالة لبناء الضمير والوجدان ونهوض الوطن ورقيه وتقدمه. السادة الحضور، تحية إجلال ووفاء وإعزاز
للراحل المؤسس محمد فريد خميس الذي كان حريصا على مشاركة أبناء الخريجين حفلاتهم حفيا وفخورا بهم، ولا تزال أصدار كلماته في تلك القاعة تعانق قلوبنا وأرواحنا. لقد أرسى قيما نبيلة وقواعد أصيلة للتميز والتفرد التعليمي والبحثي والمجتمعي. وضعت أكاديمية الشروق والجامعة البريطانية في صدارة المؤسسات التعليمية في مصر. تحية تقدير وامتنان لخير خلف لخير سلف الأستاذة ياسمين خميس والأستاذة فريدة خميس. فمسيرة التميز تتواصل بفضل دعمهما ورعايتهما ودأبهما على توفير كل ما من شأنه الالتقاء بالمستويات التعليمية والبحثية والمجتمعية للأكاديمية بمعاهدها الثلاثة. والشكر موصول لرئيس الأكاديمية اللواء الدكتور أحمد عبد الرحيم والأستاذ الدكتور هدى غانم نائب رئيس الأكاديمية. فقد لمسنا على مدى سنوات عديدة من تأسيس هذا المعهد تفاني الدكتور أحمد عبد الرحيم وسعيه الدائم والدؤوب نحو الارتقاء بمكانة وسمعة الأكاديمية ومعاهدها الثلاثة لتكون الأكثر تميزاً وإبداعاً. أبنائي وبنات الخريجين، وأعبر عن مدى فخري والزملاء بكم وبعزيمتكم وما حققتموه من تفوق وتميز، وأبارك لكم تخرجكم في يوم عظيم لن تنسوه ما حييتم. لكم أن تفخروا بانتمائكم لأكاديمية الشروق والمعهد الدولي العالي للإعلام، ونسأل المولى عز وجل أن تكونوا دوما مصدر فخر وإعزاز لنا ولأولياء أموركم ووطنكم. السادة أولياء الأمور، كلمات الشكر والتقدير لن توفيكم حقكم، فأنتم صناع هذا النجاح والتميز. بوركت مساعيكم وبارك الله في أبنائكم وجعلهم خير عظم وسنة كما كنتم لهم خير عظم وسنة. أبنائي وبنات الخريجين، باسمكم جميعا نتوجه برسالة حب وشكر وتقدير للأستاذة أعضائي التدريس واللجنة المعاونة الذين كانوا من القدوة رسالة حب وشكر وتقدير للأستاذة أعضائي التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة الذين كانوا خير قدوة ودعم وسند وموجه طوال سنوات الدراسة. وكل التحية والتقدير للزملاء أعضاء الجهاز الإداري بالمعهد والأكاديمية شركاؤنا في الرعاية والدعم ومسيرة النجاح والتميز. وفي الختام أقول لأبنائي وبنات الخريجين، انطلقوا إلى دروب النجاح معززين بالعلم والمعرفة والأخلاق. حافظوا على طهارة اليد والقلب واللسان، واحرصوا على مسؤولياتكم كقادة رأي وسادة فكر، وكونوا أمناء على مستقبل وطنكم وأمتكم. واعلموا أن لوطنكم عليكم حقا وقد أعطاكم الكثير، احفظوه في صدوركم وانطلقوا به نحو مكانة تليق به وبتاريخه ومكانته. وفقكم الله وسدد خطاكم والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا جزيلا الأستاذ الدكتور محمد سعد عميد المعهد الدولي العالي للإعلام. والآن مع كلمة الأستاذ الدكتور هدى غانم نائب رئيس مجلس إدارة أكاديمية الشروق. طبعاً دكتور هدى جهد كبير في العلم والمعرفة والمساندة الإدارية، يعلم هذا الجهد الجميل. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، السيد الأستاذ الدكتور ممدوح مراد محافظ الشرقية، السيد الأستاذ الدكتور عبد الأول خليفة محافظ وزير المرافق السابق، السيد الأستاذ الدكتور محمد رافعي وزير التربية والتعليم الأسبق، الأستاذة ياسمين خميس، الأستاذة فريد خميس، السيد النائب محمود خميس، السادة الحضور، السيد الأستاذ الدكتور ياسر صقر رئيس جامعة حلوان السابق، السيد الأستاذ الدكتور يحيى بهي الدين نائب رئيس جامعة البريطانية، والسادة عملاء كليات الجامعة البريطانية، والسادة الفنانين، السادة الإعلاميين، السادة الصحفيين، أهلا ومرحبا بكم جميعا. أبناء الخريجين أهلا بكم جميعا. السادة أولياء الأمور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نحتفل بتخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشروق لتساهم في استدامة وإزدهار وتطوير وبناء وطننا الحبيب. هذا الصرح
مصنع الرجال والسيدات من أفضل المعاهد والجامعات في مصر، مقولة الحاضر الغائب المؤسس والأب الروحي لأكاديمية الشروق الأستاذ محمد خميس رحمة الله عليه. اليوم نحتفل جميعا بهذا الحدث السعيد الذي يأتي تتويجا لجهد داوود وعطاء متصل ويبقى في الذاكرة، لتظل ذكراه مصاحبة برحلة العطاء ونقطة الانطلاق لمرحلة أخرى من العمل والمعرفة والتدريب لإكساب المهارات. أبنائنا الخريجين يجب أن تفخروا لتخرجكم من هذا الصرح العظيم الذي دائما يسعى للتطوير ليتحول إلى أكاديمية ذكية، وذلك وفقا لرؤية مصر 2030، وذلك من خلال استحداث جميع الأنظمة المتعلقة بالبنية التحتية وتوفير كافة الإمكانيات المادية المتقدمة. والحمد لله متوفر لدينا أعضاء هيئة التدريس وهيئة معاونة ذات قدرة وكفاءة على أعلى درجة من الجودة والأخلاقيات المهنية. ويحدنا أمل كبير من خلال الدعم الدائم الذي قدمه السيدة ياسمين خميس والسيدة فريد خميس لتطوير الأكاديمية، وتضافر جهود جميع العاملين بالأكاديمية لترجمة هذه الرؤية إلى واقع ملموس، حتى تتمكن الأكاديمية من تحقيق الريادة على المستوى المحلي والإقليمي، وتطبيقاً لبعض آليات الرؤية المستقبلية، كما تأسيس مكتب لدعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا ونادي ريادة الأعمال لأكاديمية الشروق بالاشتراك مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وذلك دعم الابتكار وريادة الأعمال وريادة الأعمال للاستفادة المستقبلية من تكنولوجيا إنتاج البحوث والأفكار والتجارب والاختراعات وإيجاد فرص تطبيقها في إطار تفعيل دور البحث العلمي وربطه بالصناعة والتجارة والخدمات، ودعم الثقة بينهم لحل المشاكل في سبيل مد أسس الثقة بين البحث العلمي والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البيئة المصرية. أيها الحكم الكريم، أود أن أعرض على حضراتكم جميعا بيان إحصائي لعدد الخريجين لأكاديمية منذ نشأتها حتى الآن. أولاً، المعهد العالي للهندسة حيث يبلغ عدد خريج هذا العام 983 خريج، وبذلك يصبح إجمالي الخريجين 17,530 مهندس بمعدل 800 خريج سنوياً. ثانياً، المعهد العالي للحاسبات والتكنولوجيا والمعلومات يبلغ عدد خريجي هذا العام 776 خريج، ليصل إجمالي الخريجين 12,063 خريج بمعدل 710 خريج سنوي. أخيراً، المعهد الدولي العالي للإعلام يبلغ عدد خريجيه هذا العام 340 خريج، ليصل إجمالي الخريجين 2,302 خريج بمعدل 255 خريج سنوي. طبعاً، لا يمكن أن نصل لهذا العدد ولا المستوى الذي وصلنا إليه لولا مجهود السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وجميع العاملين بأكاديمية الشروق. لذا نتقدم لهم بخالص الشكر والثناء والتقدير على جهودهم المضنية. وأختتم كلمتي بتحية الإعزاز والتقدير لأولياء الأمور على حسن تربيتهم ومتابعتهم وتحملهم المشقة انتظارا لهذا اليوم، وهذا هو اليوم يجني ثمار تعبهم، فتحياتي لهم جميعا. مع تمنياتي لجميع الخريجين بدوام التفوق والنجاح، وكل سنة كل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا دكتور هود على هذه الكلمه الطيبه. بقيت ثلاث كلمات. كلمه المسؤول الاول عن الاكاديميه الرجل المحترم المحب لهذه الارض الطيبه سياده اللواء الدكتور احمد عبد الرحيم، وبعده كلمتان نشتاق اليهم كثيرا، وكان فريد الله يرحمه في كل احتفاليه لازم يستمع لهذين المحترمين، الاستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقيه وسياده اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء. بس اعطي الكلمه الان لمعالي اللواء الدكتور احمد عبد الحميد رئيس مجلس اداره اكاديميه سيناء.
بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما، صدق الله العظيم. السادة الحضور، السيد اللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، السيد الأستاذ الدكتور دكتور براء محافظ الشرقية، السادة الحضور من كبار الوزراء السابقين، الأستاذ الدكتور عبد الأول خليفة محافظ القاهرة الأسبق ووزير البنية التحتية الأسبق، الأستاذ الدكتور أحمد حمزة رئيس الجامعة البريطانية الأسبق، الدكتور طارق سعد نقيب الإعلاميين، الأستاذ بهاء جاهين نجم أو مؤسس أسرة المرحوم صلاح جاهين، الأستاذ الدكتور محب الرافعي وزير التربية والتعليم الأسبق، اللواء صلاح عبد العزيز سيادة النائب محمود خميس، ومن رجال الفن والإعلام الفنان عمرو عبد الجليل، الفنانة نهمة سلامة، الفنان محمد الشنوبي، الفنانة سماح أنور، وعذرا إذا كنت نسيت أي حد تاني، الإخوة الصحفيين ورجال الإعلام، الدكتور حسين أمين، الأستاذ رفعت صياد، الدكتور حمدي رزق، الأستاذ حمدي رزق، والأستاذ سامح الشوالي، وباقي الإخوة من الإعلاميين. في الحقيقة أنا بس عاوز أتكلم كلمتين، مش هطول عليكم، لكن عاوز أقول بس إن إحنا بالعام الثاني على التوالي نحتفل هذا الاحتفال وليس بيننا صاحب هذا الصرح العملاق ومؤسس الأكاديمية الراحل الأستاذ محمد خليل خميس لثاني مرة، لأن هذا اليوم هو كان بيحبه أوي. فأنا عاوز أقول إنه اللي خلف ما ماتش، المثل المصري بتاعنا بيقول كده. نسيت أرحب برسالة النائب محمود خميس، يعني اللي خلف ما ماتش خالدة ياسمين محمد خير خلف لخير سلف. وعاوز أقول طبق الكلام اللي إحنا سمعناه دلوقتي اللي إحنا شفناه، الأستاذ محمد خليل خميس كان توجهاته دايما لغاية دلوقتي إحنا ما زلنا بنعتبر توجهات الأستاذ محمد خليل خميس هي دستورنا اللي إحنا ماشيين عليه. ما زالت مظلة محمد خليل خميس وهي مظلة الخير والحب والعطاء بلا حدود لا زالت موجودة وستظل دائما إلى أبد الآبدين. عاوز أقول كلمة لروح محمد خليل خميس، إنها نظل إن شاء الله بنعاهد وبنعاهد روحك إن إحنا نظل أوفياء على العهد، وإن كل ما كنت تتمناه إنه يحصل بإذن الله هيحصل بفضل التوجيهات اللي أنت كنت حاططها فينا والقيم والمبادئ اللي إحنا ماشيين ما زلنا ماشيين عليها حتى الآن. تحية لروح محمد خليل خميس من هذا المكان. عاوز أقول كلمة لأبنائي وبناتي اللي هم اتخرجوا النهارده. خلوا بالكم إن هذا اليوم هو يوم فاصل في تاريخك. اليوم ده محدش بينساه. أنا شخصياً اليوم ده أنا فاكره يوم ما اتخرجت، ويمكن رسالة النائب محمود خميس واللي هو صلاح عبد العزيز وهم دفعة يعني فاكرين طبعاً اليوم ده معانا يعني. فاكرين التفاصيل رغم انه فات عليه كتير قوي، فات عليه اكثر من 50 سنه، لكن ما زلنا بنتذكره و يعني كانه لسه حصل امبارح. اليوم ده انا بقول لكم ان هو يوم فاصل في تاريخك. ليه؟ لانك انت قبل اليوم ده كنت معتمد على اهلك، على اسرتك، على والدك، على والدتك، هم اللي بيدوا لك مصروفك كل يوم الصبح. لكن اعتبرا من بكره بقى انسى الكلام ده كله، اعتمد على نفسك لانك هتخش معترك الحياه، وهم بقى منتظرين منك رد جميل
انك انت ترد لهم الجميل لانهم تعبوا معاك قوي لغايه ما وصلوه الى هذه المرحله. مش عاوز اطول لكن عاوز اقول لكم اوصيكم خبرات بتاع سنين طويله قوي. اشتغل كتير زي ما كان بيقول الاستاذ محمد فريد. استاذ محمد فريد لغايه ما توفى كان بيشتغل 18 ساعه في اليوم. وكان دايما يقول لنا اشتغلوا كتير. واهم حاجه العمل والعمل والعمل. الامم دايما بترقى بالعمل. الامم بترقى بالجديه. الامم بترقى بالالتزام. انصحكم ان هذه النصائح تحطوها في ودنكم دايما وهو الالتزام بالعمل والجديه والاهتمام. اخر ما اختم عاوز اقول لكم ان مصر بتمر بمرحله صعبه جدا ومرحله فيها تحديات كبيره قوي. مش عاوز اتكلم فيها لان كلكم حاسين بيها، حاسين بعمليات البناء اللي بتحصل على مستوى الدوله، حاسين بالجبال، حاسين بالطرق، حاسين بالمحاور، حاسين بالمرورين، حاسين بالحاجات اللي بتحصل دي كلها. لابد ان احنا نحط ايدينا كلنا في ايدين بعض عشان نقدر نطلع بلدنا دي فوق. زي ما كان بيقول الاستاذ فريد انتوا اللي هتبنوا مصر بكره. فلابد ان احنا كلنا نحط ايدينا في ايدين بعض لان التحديات كبيره. ولابد ان احنا نتقدم بجديد الشكر لسيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الجهد الذي يبذل في البلد في خلال هذه الفتره وهي مرحله البناء لمقابله كل التحديات اللي بتقابل مصر. وفي النهايه اشكركم والسلام عليكم. شكرا جزيلا لسيادة اللواء الدكتور احمد عبد الرحيم على هذه الكلمه الطيبه. هو رمز من رموز الوفاء للمكان وللاستاذ محمد فريد خميس رحمه الله تعالى عليه. الاستاذ الدكتور مرجوح غراب، جهدك العظيم وتاريخك المشرف شاهد يا فندم، وانت شرفتنا في هذا المكان مره بحضور فريد ليه لما كنت رئيسا لجامعه قناه السويس وحصلت بروتوكولات تعاون بين الجامعه وجامعه قناه السويس، وها انت الان محافظ الشرقيه وجهد كبير بتقوم به. كلمه مختصره لحضرتك لابنائك وبناتك طلاب وخريجي اكاديميه الشؤون. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا القامات الكبيره، السلام عليكم في كل المجالات، المجال السياسي والتنفيذي والاكاديمي وكل المجالات. برحب بحضراتكم وانا بشكركم على الدعوه الكريمه لحضور هذا الحفل. وبما اني اكاديمي، وجودي بعد فتره كبيره من العمل التنفيذي كمحافظ في بعض المشاعر المختلفه هي العوده للحياه الاكاديميه اللي احنا اتربينا فيها وعشنا فيها فترات كبيره جدا. فانا سعيد جدا وجودي في وسط حضراتكم وفي وسط اساتذتنا وزملائنا اللي احنا تعودنا دايما من خلال الجامعه ما هي الحياه الاكاديميه وكيفيه العمل داخل المؤسسات التعليميه. طبعا انا ببارك لابنائنا وبارك لاولياء الامور على التخرج، انما دايما لازم نبقى عارفين ان احنا تخرجنا انما لم نتوقف عن التعليم، انما احنا تعلمنا كيفيه التعلم. ازاي اقدر استمر في تثقيف وتعليم نفسي، انما لا ينتهي التعليم بالتخرج، انما يبدا التعليم انما بصوره مختلفه هي الصوره العمليه القابله للتطبيق والتنفيذ على ارض الواقع، وهو ده اللي احنا محتاجينه جميعا في المرحله القادمه. فان شاء الله نستمر دايما في العمل المستمر، ودايما كنا بنقول ان النجاحات دايما بتبدا بعد التخرج وبعد الاحتكاك بسوق العمل الفعلي، لان بتقدر تحط خطتك طبقا لما تراه من احتكاك في العمل. وكان دايما مثال دايما بنقوله على التطور ان اكبر شركه في العالم للنقل لا تمتلك سياره واحده، زي اوبر دي اكبر شركه في العالم ولا تمتلك سياره. لو كنا الكلام ده كنا بنقوله ايام ما احنا كنا في سنكم ما كناش هنصدق. لما بنيجي نقول ان اكبر شركه سياحه في العالم لا تمتلك
سيارة سياحة أو أوتوبيس زي booking.com، إنما كل دول كلهم هم من خلال التطوير والتعليم والتعلم، فإن شاء الله تستمروا في ذلك، وإن شاء الله نحضر مع حضراتكم نجاحات كلها، وده من خبراتنا اللي شفناها من خلال الجامعة ومن خلال عملنا في المجال التنفيذي داخل المخطط. ألف مبروك وإن شاء الله استمرار التوفيق والنجاح. وطبعاً أنا هنا مش بصدد إن أنا أعد قد إيه رحمة الله عليه الأستاذ هارين خميس ودوره الكبير معانا كان في الجامعة قد إيه وقد إيه كان بيساهم معانا، فربنا يتقبل إن شاء الله ويرحمه، وإن شاء الله تستمر العمل الجاد والبركة في الأبناء والفاضلتين والفاضل أولاد محمد دي. شكرا وكل سنة شكرا جزيلا من عادي الأستاذ الدكتور ممدوح براق محافظ الشرقية. والآن يمكن أثناء التكريم يقينا هنستمع لتعليقات إجمالية من الأستاذ بهاء جهيد، لكن الآن مسك الختام مع القامة الوطنية المحترمة معالي اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء. وفي الحياة الدنيا كلمتين أنا ما بقدرش أقولها معلش. الحقيقة كل الشكر وكل التحية والتقدير للسيدتين الفضلتين الدكتورة ياسمين مريم والدكتورة فريدة خميس مريم. في الحقيقة استمرار المسيرة القوية جدا، أنا كنت قريب جدا من الدكتور الله يرحمه محمد فريد خميس، كنت قريب جدا منه الحقيقة، وقفت هنا مرة أو ثلاث أربع مرات، وكان بيقدمني للشباب كان موجود في القاعة وبيقول لهم هذا الرجل يحرس مصر ويحمي مصر. في الحقيقة هو اللي كان بيحرس مصر، هو اللي كان بيحمي مصر. في الحقيقة هذا الرجل كان له وعي قومي لم أراه. أنا هو أنا 10 سنين واقف محافظ الحين. إيش تليفون يتم اتصال بي إلا وأجد كل الدعم وطني. ولله الحمد والشكر والدكتورة فريدة والدكتورة ياسمين على نفس الموال. أنا بشكر ربنا وبشكر فضل علينا وعلى هذا الصرح العلمي الكبير وعلى الجهد الكبير اللي هو بيقدمه لأبناء سيناء، مش جنوب سيناء بس، جنوب وشمال. بالحقيقة يعني بصماته كبيرة جدا. هو في المناسبات دي بلدين مناسبة احتفالات أكتوبر سنة مقابلين في وجوده كان بيبدأ تشريط عن حرب أكتوبر 5 دقايق بالظبط، كان بيبث الروح الوطنية وكان قادر على أنه ينمي الوعي لجميع الموجودين وجميع أبناء أكاديمية الشروق والبريطانية. أنا بحافظ على المسيرة، ممكن أنا جاي مخصوص عشان أحضر هذه الاحتفالية. كلمة لأولادي وأبنائي، أبناء المؤسسة الكبيرة دي الضخمة دي، أنتم شباب نحن نحكم. راجل عسكري اشتغل 30 سنة أو 35 سنة، خدمت بلدي في حرب الخليج الكويت، خدمت بلدي في سعير، خدمت بلدي في الثورة 25 يناير، خدمت بلدي على مدار 10 سنوات في محافظة الجنوبية. إحنا محتاجين واللي قاله الدكتور أحمد دلوقتي الحقيقه انتم شرايين، انتم ستضخوا دماء جديده في شرايين الدوله. الدوله محتاجه، واحنا اعلم كثيرا سياده الرئيس بتاع قديم، اعلم كثيرا ما يحتاجه وما تحتاجه البلد. النهارده قريت قرير ان احنا في خلال سنتين القوى العامله اللي موجوده حاليا زادت 2 مليون، كنا 3.5 زدنا 5 بقينا 5.5، 5.5 مليون عامل بيعمل المشاريع الجديدة. ويمكن معلش يمكن بقى الإخوة الإعلاميين حمدي بيست ورفع بفريار وطارق طبعا مطلوب الإعلاميين والشعب يعني صديق قديم يعني، فأنا بوجه لكم كل تحية وشكر وببارك لكم على التخرج، بقول لكم كل سنة وأنتم طيبين، وإحنا
احنا محتاجينكم، سينا محتاجاتكم، وفلنبدأ بسينا. احنا بنحتاج واحنا بنشتغل نعمل تجمعات عمرانية وهنعلن عنها قريبا. تجمعات عمرانية عشان اولادنا واهالينا وخريجي الزراعة وخريجي كل دول يجي يشتغلوا وينموا سينا، وسينا لن تنمى الا بسواعد شبابها وسواعد ابنائها. كراجل قاتل وراجل اعمل في هذا المجال منذ فتره، اقدم لكم التحيه والشكر. لا انسى هنا دور القياده الرشيده اللي موجوده على المنصه. الحقيقه قيادات انا اعرفها تماما بالاسم واعرف تماما مدى اخلاصهم لهذا الصرح. انت لما تخلص الصرح بتاعك هتخلص البلد بتاعتك وهكذا. يعني دي كلها حاجات احنا تعلمناها ورثناها ومرسلنا. احنا هنسلمكم علامنا مرفوعه يا شباب، ونرجو ان انتم تحافظوا عليها مرفوعه دائما الى اعلى السماء. كلمه اخيره دكتوره ياسمين والدكتوره فريده، احنا بندعوكم لحضور احتفاليات اكتوبر ومحافظه جاروسي. بندعوكم بنوجه لكم الدعوه، وعلى قد ما يعني كان متاح احنا عاملين احتفالات كده، لان هذه الذكرى لازم تبقى باستمرار في عقول ولادنا. لازم ولادنا يعرفوا البلد دي رجعت ازاي، وسينا دي رجعت ازاي. رجعت بالدم ورجعت بصواعد ابنائها، ورجعت كل التحيه والتقدير للقوات المسلحه، كل التحيه والتقدير للجيش المصري اللي يعني بعد ست ايام وسبع ايام يعني تحل الذكرى الجميله، ذكرى الانتصار المجيد. وقفت مرة في يوم من الأيام في أمريكا درست المعركة. الحقيقة كل شكر للفرصة اللي أنا خدتها، وأنا هحافظ على هذا إن شاء الله على هذا العمل. حاجة أخيرة بس، طبعا أنا بأحيي السيدة الدكتورة إيناس سمير نائب محافظة جاروسية. هي خريجة هذا الصرح. أو درست هذا. يمكن هي النهارده موجودة جاية عشان تتكرم. دلو على فكرة شخصية محترمة بتعمل بجد، تعمل 16 ساعة، مش عايزين نقول 24 ساعة، لا. إحنا بنعمل فعلا 16 ساعة في 24 ساعة. الحقيقة. وهي لا تقل أبدا عن وخير داعي ليا. أنتم كلكم بتمنى أن تكونوا مثل الدكتورة إيناس وتساعدوا بلدكم وتزوروه عشان بلدنا تقدر. كل الشكر والتقدير وكل التحية للحاضرون. نسيت بس أحيي فنانيننا العظام موجودين معانا هنا، معلش اعذروني ما عنديش وقت أتفرج على الأفلام كل التمثيليات، بس بتابع يعني. كل سنة وأنتم طيبين. شكرا معالي اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء على هذه الكلمه الطيبه. انا عايز ادعو لخشبه المصلح الكاتب الكبير الاستاذ بهاء جاهين. اتفضل يا فندم. نبدا الكاتبين واذا سمعنا اليه في الفيلم الوثائقي، لكن يقينا هنستمع لتعليق. تعليق بناء على ما شاهده واستمع اليه اليوم في هذه الحلقة. أستاذ بهاء، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. هسمع من حضرتك كلمة للحضور الكرام، ثم سيدة اللواء الدكتور أحمد عبد الرحيم درع الأكاديمية تعبيرا عن الحب والتقدير والإعزاز والاعتزاز لحضرتك وللراحل الكبير صلاح جاهين. أول حاجة ألف مبروك يا شباب تخرجكم، وأشكر الأكاديمية وقسم الإعلام أو المعهد الدولي معالي الإعلام على اختيار والدي صلاح جاهين ليكون شخصية العهد. والحقيقة يعني إذا كان عايزين نربط بين تكريم صلاح جاهين وحدث تخرجكم، هو كان مؤمن جدا بالشباب وبيحب الشباب والحماس، فبالنيابه عنه بقول لكم على بركه الله.
في النهاية بقدر شكري للأكاديمية والجامعة البريطانية لاستضافة هذا الحدث. احنا هنكرم حضرتك هنا ثم علشان تشارك التكريم الأستاذة ياسمين والأستاذة فريدة هنكمل تكريمك، بس هنكرم نجم الاحتفالية الأستاذ مهاجر وهو نفس صوت الوالد رحمة الله عليه، يعني بيرجعنا للزمن الماضي. سياده اللواء احمد عبد الرحيم، الاستاذه ياسمين خميس، الاستاذه فريد خميس، هنبدا تكريم بعض ضيوفنا الكرام. قمنا بتكريم الاستاذ بهاء شاهين واسم الفنان الراحل صلاح شاهين. نكرم الفنان الجميل محمد الشربوبي، تفضل. بدأنا في الفن بالفنان محمد الشربوبي، لكن طبعا يقينا للسادة المحافظين بس علشان محمد الشربوبي عندك تسجيل مش كده؟ تمام؟ والله ما قصرنا، شكرا. أكاديمية الشيوخ بفن معالي الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية. الأستاذ حسام صابر.
شكرا جزيلا. والان تكريم بنت اكاديميه الشروق نائب محافظ جنوب سيناء الدكتوره المهندسه ايناس سمير محمد حافظ. تكرم سيادة النائب المهندس باسم عبد المحسن حجازي عضو مجلس النواب وهو من خريجي المعهد العالي للهندسة بأكاديمية الشروق. وأكاديمية الشروق تكرم السيد المهندس باسم سعيد المهدي. السادة أعضاء هيئة التدريس للمعهد الدولي العالي للإعلام. تكريم الدكتورة غادة أحمد عبد الرحمن تكريم الدكتورة مي محب الرفعي على درجة مدرس بقسم الإذاعة والتلفزيون. دكتورة مي ابنة معالي الوزير محب الرفعي. وأكاديمية الشروق بتكرم المجتهدة الحقيقة اللي مشرفة الجميع الدكتورة شيماء فولي وذلك لحصولها على درجة مدرس قسم العلاقات العامة والإعلام. مبروك يا دكتورة شيماء. أكاديمية الشروق تكرم السيدة الأستاذة هند عبد العزيز أكاديمية الشروق تكرم الأستاذة فاطمة عبد الستار عبد المنعم عبد المنعم لحصولها على درجة مدرس مساعد لقسم الإذاعة والتلفزيون. شكرا لحضراتكم. استراحة قصيرة ثم نقوم بتوزيع شهادات التخرج على الخريجين. استراحة 10 دقائق. شكرا. يعني فيلما وثائقيا مختصرا عن صلاح جاهين. إلى أحبابي المحترمين في القرن الواحد والعشرين، يكفيه ما فيه من عشم اللي حياه.
اهلا ما الف 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 مبروك هتبتدوا النهارده بدايه النهارده فعلا بدايه حياتكم الجديده الرائعه العظيمه اللي مليانه انجازات عظيمه جدا جدا في حياتكم وحياه كل الناس اللي هتتاثر بالانجاز ده. انا مش عارفه اقول حاجه الحقيقه لانه انجازكم النهارده هو يغطي على اي كلام. انتوا يعني مشيتوا مشوار كبير جدا جدا علشان توصلوا للي انتوا كنتوا عايزينه. بس يا ريت النهارده يبقى كل واحد في دماغه هيعمل ايه بالانجاز اللي فات فيه خلاص. هنبتدي نعمل ايه؟ وعايز اقول لكم بس على حاجه انا اتعلمتها من خبرتي العمليه في شغلي يعني عموما في الحياه. ان النجاح احلى حاجه في الدنيا. والفشل اخوه الدواء. يعني مفيش نجاح من غير فشل. لما تفشل ما تخافش وما تيأس وما توقفش. مشوارك انت الوحيد اللي تقول هيكمل ولا لا. اي حد تاني يقول لك ما ينفعش مش هيحصل صعب ما تسمعلوش. اسمع لالهامك عشان هو ده اللي انت جيت الدنيا عشان تحققه. حب الفشل بس نصيحه عن الفشل لما تفشل افشل بسرعه. مبروك النجاح. الزول فتحنا الكلمه الجميله دي كلمه فلسفيه عميقه احنا بنشكرك عليها وان شاء الله تكوني ضيفه دائمه علينا في اكاديميه شروق الجامعه البريطانيه ان شاء الله بيك يا فندم. دكتور معالي الدكتور طارق سعده نقيب الاعلاميين وعضو مجلس شيوخ ده كمان عضو معين يعني مش عضو نخبه كده منافسه حاجه زي كده يتلو على حضراتكم واكيد تقرؤون معه قسم الخليجي. اتفضل يا معالي الدكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. هو قبل القسم انا عايز يعني اقول ثلاث حاجات. الحاجه الاولى والشيء الاول هو استقرئ حضراتكم جميعا الفاتحه على الروح الطاهره لهذا الرجل الذي خدم وطن او خدم وطنه عفوا بكد وجد واجتهاد حتى اصبح يعني هناك علم من بعده ينتفع به. يعني هذا العلم لابد ان نقدره ونقدسه واستقرئكم الفاتحه على روح الراحل محمد فريد خميس. الموضوع الثاني وهو توجيه التحيه لكل قيادات الاكاديميه الدوليه عفوا اكاديميه الشروق وتحديدا على راس هذه المنظومه هذا الرجل الواعي الاب الملهم في كل قراراته وتصرفاته وصاحب الرؤيه ومحتوي الجميع الدكتور او الاستاذ الدكتور المهندس احمد عبد الرحيم فنحييه جميعا. وايضا السيد الاستاذ الدكتور جوده يعني نائب رئيس الاكاديميه تحيه واجبه له. والاستاذ الدكتور محمد سعد رئيس او عفوا عميد المعهد العالي لعلوم الاعلام تحيه واجبه له. دكتوره الهام رئيس القسم طبعا يعني تحية واجبة قسم الإذاعة والتلفزيون لأن هي صعوبة لأمان تحكم الطلبة والخريجين في مستقبلهم العملي. الحاجة الثالثة اللي عايز أتكلم فيها ودي هي الحاجة الأهم هي التحية الواجبة لأولياء الأمور الذين أتوا يبقى السؤال ماذا بعد التخرج؟ بعد التخرج اكيد يعني هناك العديد من الاجابات في اذهان الكثير من الخريجين. اولها انا خلاص كده عملت اللي عليا وخدت شهاده او الشهاده لحد الثاني هيقول لك انا لازم ابحث عن عمل ولكن فرص العمل ضئيله. الحاجه الثالثه اقول لك هو في حد بيشتغل دلوقتي المحبطين بقى واليائسين هيشتغلوا بس انا عايز في هذا الاتجاه أنا أصريت النهارده إن يبقى معايا نموذج من الشباب ومذيعة يعني عظيمة ويعني
شابة زي حضراتكم كده وفي هذا السن، والدولة بتوليها وكيل نقابة الإعلاميين الأستاذة سهام صالح. الناس بس تشوف بقى في عشان تدي أمل للشباب، إن الشباب هو اللي هيقوم الفترة الحالية والقادمة، وإن شاء الله إن الدولة بتضع الشباب نصب أعينها، وإن التخرج هو بداية الطريق الحقيقي. وفي سلوس كده لابد أن نضعه جميعا نصب أعيننا، وهو الاجتهاد والالتزام والرضا. دول ثلاث حاجات مهمين جدا ينجحوا أي حد. أتمنى إن أنتوا تاخدوا بالكم منهم كويس. ومن أنا كطارق سعدة ألف ألف مبروك لأولياء الأمور، ألف ألف مبروك للخريجين، ألف ألف مبروك للأكاديمية وللمعهد على هذا الجيل العظيم الواعي اللي حضرت أيضا تقييم مشروعات التخرج له، فوجدت يعني جيلا قائدا في الفترة اللي جاية. ولابد أن تكون لديكم ثقة في أنفسكم أنكم ستقودون في المرحلة القادمة، لأنكم أجيال تم إعدادكم خير إعداد. فتحية واجبة لهؤلاء الخريجين وهذا الشباب. كله بقى يجهز معانا علشان نقول القسم. قسم المهنة. أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون، وأن أصون الوطن، وأن أحترم ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، وأن أؤدي مهنتي بالجدية والأمانة والنزاهة والصدق. والله على ما أقول شيء. مبروك. شكرا جزيلا معالي النقيب دكتور طارق سعدة. تكريم اوائل اقسام المعهد الدولي العالي للاعلام. قسم الانتاج الاعلامي الاستاذه ندى عماد حسين محمد. قسم الانتاج الاخباري محمد وائل محمد فواز. قسم التسويق الاعلامي الاء سيد احمد عبد الحميد. تكريم الطالب البتاني. تكريم الطالب البتاني للمعهد الدولي العالي للإعلام زياد عبد الهادي مصطفى البتاني قسم الإنتاج الإعلامي. وكذا أشرف محمد. كأس التفوق الرياضي مصطفى محمود عبد العزيز قسم التفوق الرياضي. كأس التفوق الرياضي لكرة القدم الحاصل على المركز الثاني في بطولة الجمهورية التي تنظمها وزارة التعليم العالي. تكريم الطالب فهد عبد الباسط محمد محمد قسم هندسة القوى والآلات الكهربية، وذلك للحصول على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في مجال الابتكارات العلمية بمسابقة إبداع 9. تكريم فريق المسرح الحاصل على المركز الأول في مسابقة وزارة التعليم العالي للفنون المسرحية. مهاب رضا لحصوله على أفضل مسرح على مستوى الجمهورية من وزارة التعليم العالي.
2021. شادي عطامش أفضل ديكور على مستوى الجمهورية لوزارة التعليم العالي 2021. شروق هشام العبد أفضل ممثلة على مستوى الجمهورية لوزارة التعليم العالي 2021. رنيم عادل محمد المركز الأول في العروض المسرحية ظهر المنافس في وزارة التعليم العالي 2021. أحمد محمد السعيد سعدة جائزة مجلس التحكيم من وزارة التعليم العالي 2021. وليد حيري جائزة مجلس التحكيم من وزارة التعليم العالي. أبانوب وهبة جائزة مجلس التحكيم ممثل من وزارة التعليم العالي 2021. جلال الدين محمد بفضولي على المركز الأول في العروض المسرحية. المحالون على المعاش الأستاذ الدكتور مصطفى محمد عبد الحفيظ أستاذ متفرغ بقسم الهندسة المعمارية وذلك لوصول سيادته لسن التقاعد. تكريم العاملين المتميزين المعيد المثالي للمعهد الدولي العالي للإعلام هاجر عفيفي محمود تكريم الموظف المثالي محمد هودة سيد عبد الفتاح. تكريم موظف الإدارة الطبية المثالي صباح ربيع أبو الهيثم سعدة. تكريم مشرف الأمن المثالي إسلام أحمد علي سيد. تكريم العامل المثالي رضا السيد عبد الحميد لاشين. والآن تكريم الخريجين في الأقسام المختلفة. عمر عادل محمد المسرح. طيب الآن تكريم الخريجين، معلش اتأخرنا عليكم، قسم الإنتاج الإعلامي أو قسم الإذاعة والتلفزيون الدكتور حسن حاصل يطلب الأسماء. أبنائي الطلاب تفضلوا قسم الإذاعة والتلفزيون. نعم طابور تفضلوا قسم الإذاعة والتلفزيون. إبراهيم إمام حسن. إسراء إسامة. أسماء إمام. أسماء عبد السلام. أسماء عرابي. آلاء جمال الدين. آلاء محمد السيد. أشياء
الشهيدة محمد عباس. أماني عبد العال. آية خالد عبد العزيز. آية عمرو عبد العظيم. براء عمرو محمد. بسام أحمد بسيوني. بسام سيد حسن. تقى جمعة محمد. تقى مجدي عبد المنصور. حاتم سامح. حبيبة أحمد عبد الرحمن. حبيبة محمد سمير. دانيا محمد أسامة. دنيا أحمد مصطفى. ديانا مرقص. دينا صبري. رحمة محمد عبد الجابر. رنا طارق حسن. روان حسن عبد المحسن. روان محمد ابراهيم. روسيانا عدلي. ريم احمد كامل. زياد عبد الوهاب. وايده محمود هدى. ريم احمد كامل. زياد عبد الهادي مصطفى. ساره عبد الحكيم. سلوى حسين محمد. سامع حسين محمد. سمر احمد حسين. شروق ناصر السلام. شروق ياسر يوسف. شهاب الدين ياسر. عبد الرحمن محمود. عبد الرحمن محمد الدين. عبد الرحمن يوسف محمد. علي كرم ابراهيم. عمرو محمود وشار. غادة أحمد محمد. الآن الآن اجهز بس اجهز أول مرة. فادية أشرف محمد. فاطمة محمد حسن. فوزية أحمد محمود. لمياء سينو محمد. ماريا نادر. حفة حماد. محمد عبد الغالي الرابط. مريم كمال مصطفى. مصطفى محمد رضوان.
من نضال احمد حسين، من نضال حامد محمد، من نضال خالد محمود. خش يا ياسر، من نضال محمد رضا، من نضال ناصر احمد، منى محسن عبد الرؤوف، مهاد زكي سعد، مهند اشرف عبد السلام، مي سيد محمد، مي مصطفى بدري، ميار حسام حسن، منى حسام سعيد، منى نشأت كامل، نانسي طارق سعد، ندى عماد حسين، نهال محمد حمدي، نور الهدى ابراهيم خليل، قران مؤمن محمود، برهان عبد القادر المغازي، برهان محمود محمد، ميرا جمال، خديجة منصور إبراهيم، نار يوسف شحاتة، ولاء أمجد رفعت، يارا خير حسين، يارا عبد الهادي محمد، وزين حسان عبد الجليل، يسرى عبد الوهاب شهاده، يسدينا مجدي دانيال، شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. تكريم خليجي قسم الانتاج الاجباري احمد يحيى بركه. اغنيه عاصم رشدي. أميرة أحمد محمد. أي أحمد أبو زيد. بسمة يوسف محمد. سرايا عبد الرحمن محمد. رميم محمد صلاح. روان عبد الرحيم محمد. ريهام رمضان محمد. جزا اشرف محمد. فاطمه صلاح محمد. جمال مقرن محمد. ليالي حمدي محمد. ماهر حاتم ماهر. محمد احمد سعد.
كامل. محمد وائل، محمد صلاح. محمود السعيد، محمود. محمود مصطفى امين. مينا ماهر خليل. نادر المدينة امين عبد الوهاب. نادين علي عبد المنصور. نورهان ابراهيم عبد الباسط. هذا امين ابراهيم. هادي عبد الغفار. معايا مريم. ألف مبروك للخريجين جميعا. دكتورة كاميليا حسنين عن قسم التسويق الإعلامي أبنائي وبناتي طلاب قسم التسويق الإعلامي. أحمد بن سعيد. أحمد حسن حنفي. أسيا زيد النصر. منى. 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 آلاء سيد أحمد. أمل سعد أحمد. أمنية عبد الرحمن محمد. أميرة محسن يحيى. أنس محمد إسماعيل. آية أحمد ياسر. آية علاء هاشم. آية محمد أحمد ممدوح. أيمن تيسير محمود. إيمان إبراهيم عبد السميع. إيناس محمد أمين. إيناس محمود الحان. بسمة محمد بدر الدين. بسنت عصام محمد. طه أحمد محمد. جنة أشرف إسماعيل. غيلان أشرف عبد الحكيم. حبيبة مفتي محمد. خالد ناصر عبد الصادق. دنيا أحمد بديع. دولة محمود حامد. رانيا محسن السيد. رؤى صلاح أحمد. رضوى عيسى عمر. رضوى أشرف عطول. رنا إيهاب شوقي. روان أيمن عبد الله. روجينا رأفت وديع.
ريم علي نصار، ريهان طارق محمد، زينة أحمد صلاح، زينة السيد محمود، سحر جمال حمدي، سلمى عماد عبد الحميد، سمر محمد سمير، سهيلة محمد علاء، شيرين هشام عبد السلام، صفوة نهاد عباس، عبد الله صفا عمرو، أشرف حسين، علي محمد وطني، عماد طارق عبد العظيم، عمرو تحسين إسماعيل، كيرلس ممدوح شوقي، كيرلاسوس كمال عبد، مجدة خالد مصطفى، ماجد مجدي حسن، ماجد مجدي عجيب، ماريا رياض نصيب، مازن أمجد أحمد، محمد عبد الفتاح فوزي، مصطفى رفعت هاشم، مصطفى محمود عبد العزيز، ملك محمد محمود، منار جمال عباس، منك الله أحمد محمد زين، منك الله أحمد محمد محمد، منك الله أسامة عبد الرؤوف، منك الله محمود جابر، مهرة محمد بندير، مهتاب مجدي عبد الرحمن، مودة محمد محمد، مي أحمد عبد الفتاح، مي أسامة عبد الرؤوف، مايور أبو مدنى، مرنا رضاوي، ميريت طارق وحيد، ميسرة عادي، ندى عبد الرحمن، ندى عماد إبراهيم، ندى محمد عبد العزيز، نوال محمد عبد الحي، نورة محمد سرحان، نورة نبيل عبد الحكيم، نوران محمد السيد، نوران و
وحيد احمد. نورهان اشرف صابر. نورهان مصطفى حلمي. نيرة عبد محمد. هبة الله أشرف صبحي. هبة الله بركات أنور. هدى محمد عبد الغني. هدير نبيل علي. ياسمين أحمد عبد الله. ياسمين حسن محمد.